وما جاء من حديث من أن ساعة الجمعة رفعت نهائيا وليست موجودة فهو حديث لا يصح. روى عبد الرزاق أن أبا هريرة رضي الله عنه سئل: أساعة الجمعة رفعت؟ فقال رضي الله عنه: كذبوا. قيل له: أهي باقية في كل جمعة؟ لأن هناك من يقول إنها في جمعة واحدة من السنة. قال: هي في كل جمعة. هذا الحديث حديث صحيح، فيرد هذا الصحابي رضي الله عنه على من يزعم أنها رفعت.